في مثل هذا الشهر سنة 1960 بدأ البث الرسمي للتلفزيون المصري، إنما ده مش معناه إنه تجارب بداية التلفزيون في مصر ما بدأتش قبلها بسنين. والحقيقة إنه البداية كانت سنة 1947 لما جم في مصر قالوا لازم يبقى عندنا تلفزيون أسوة بدول العالم، لأنه كان هو ده الوضع، أي حاجة تحصل برة لازم على طول بعدها بسنين قليلة يكون مثيل لها في مصر. بدأت المناقشات وإزاي نعمل تلفزيون، وفعلا ابتدوا يعملوا حاجة أشبه بمحطة إرسال في باب اللوق. إنما الشغل التلفزيوني الفعلي ما كانش قبل سنة 1951 لما جه الملك فاروق يتزوج زيجته الثانية من الملكة نريمان. هو قبل كده كان متجوز الملكة فريدة وانفصل. بعد كده كان في رويال ويدنج، زواج ملكي مهيب العالم، تناقلت أخبار، وبالتالي شركة فرنساوي أقنعت الملك فاروق أو أقنعت القصر الملكي إن هي تنقل الحدث ده تلفزيونيا وتصوره تلفزيونيا. فتقدر تقول إنه الزواج الملكي ده كان حاجة زي البث التجريبي لأول تجربة تلفزيون في جمهورية مصر العربية. Escorted by King Farouk's eldest sister, Princess Fawzia, the lovely 17-year-old commoner, Miss Nariman Sadek, poses specially for our cameras before leaving for her wedding with King Farouk. Amid scenes of oriental splendor, the bride, wearing a diamond-studded gown of white satin and a veil of old Venetian lace, becomes the wife of Egypt's king, celebrating on his wedding day the anniversary of his accession to the throne. For Egypt, a day of brilliant celebration as the nation wishes happiness to King Farouk and his young queen. أو أول نقل تلفزيوني حقيقي سنة 1951، وكلنا عارفين التاريخ إنه كل حاجة في مصر اتغيرت بعد سنة 52، قامت ثورة يوليو 1952، وبالتالي مشروع التلفزيون كله اتأجل وبقى فيه أشياء كتيرة جدا أولويات لحد سنة 1954 لما الصاغ صلاح سالم أشار على جمال عبد الناصر وقال له لازم يبقى عندنا تلفزيون. رحب جدا جمال عبد الناصر بالفكرة، وابتدوا يرصدوا الميزانية اللي قالوا تقريبا اتكلفت 200,000 جنيه، وده كان مبلغ ضخم ساعتها، وابتدوا يشتغلوا على استيراد معدات وكاميرات من برة على أساس يأسسوا تلفزيون. ولكن سنة 56 حصل العدوان الثلاثي،
ومصر كانت في اللحظة دي مكبلة أو في الفترة دي مكبلة بأعباء سياسية واقتصادية وعسكرية وتفاصيل كتيرة جدا. الملف ده طوارى قليلا لحد ما رجع تاني على السطح وقالوا لأ المسألة محسومة. تلفزيونات برة في ألمانيا وإنجلترا وروسيا وأمريكا كانت بدأت البث من فترة، وكانت الثلاثينات والأربعينات خلاص موضوع التلفزيون ده كان منتشر في العالم. فسنة 60 عندنا في مصر إحنا كده تأخرنا قوي، وبالتالي كان في المشروع الرسمي للإذاعة والتلفزيون اللي هو ما يسمى بماسبيرو، ولحد اللحظة دي نفس الاسم هو اللي إحنا بنطلقه عليه. وبدأ التلفزيون وبدأت معاه رحلة طويلة وعريضة، مش بس من المشاهدة والتسلية، إنما من صناعة أجيال عظيمة جدا، من الإعلاميين، من المقدمين، من المعدين، من الممثلين، من الأطفال، من المواهب، من المسرح، من المنوعات. بقى التلفزيون هو المصدر الرئيسي لتصدير كل أنواع الإخبار والترفيه والتنويه في مصر بل والعالم العربي. في الأول طبعا كان نطاق البث ضيق جدا، وبعد كده اتسع شيئا فشيئا، وتدرجت بقى المعدات والأجهزة والمحتوى. إنما لازم نفتكر إنه أول يوم بث التلفزيون المصري كان الإرسال 5 ساعات بث تلفزيوني. أول مذيع الإعلامي صلاح زكي، أول مذيعة همة مصطفى، وأول مسلسل هارب من الأيام. التلفزيون ده فن عجيب جدا ومتعب جدا جدا، انما في الوقت نفسه لذيذ جدا جدا جدا. أعضاء مجلس الأمة، لقد بزغ أمل جديد على أفق هذا الشرق. إن دولة جديدة تنبعث في قلبه، دخيلة فيه ولا غاصبة، ليست عادية عليه ولا مستعدية، دولة تحمي ولا تهدد. أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج سينما القاهرة. الموضة اليومين دول هي القمر والطلوع للقمر. أنا جاي الليلة أقدم لكم حلقة في برنامج استعراض الفكاهة. وعالمكم عالم الشهرة. تاكسي وصل الآن، تاكسي السهرة إلى محطة الفيلم العربي. بننقل لكم من مكان من الأماكن اللي بتطمها مجموعة من الأصدقاء والصديقات. يعني لما واحدة بتكون مثل هذه الفتاة أو سيدة وما تزوجتش وعندها فلوس هيجرى إيه؟ وكلمات كتيرة وصلت لبرنامج وتلقينا عدد كبير من الرسائل. حينما ينظر يوسف إدريس ويغوص في أعماقه، القروش البحرية تعيش بنوع خاص في المياه الدافئة.
فنجد هنا طائر آكل النحل ويعيش في مستعمرات كبيرة. حافظ إبراهيم كان نموذجا للإنسان المصري. أهلا بكم في أوبرا 90 مع الغرائب والطرائف الروائع والعجائب من برنامجكم مواقف وطرائف. هيا بنا نحلق في أماني وأغاني. أصبح التلفزيون نافذة لالتقاء الثقافات والأفكار من مختلف بقاع العالم. سيداتي وسادتي، بهذه الحلقة يكون برنامج نهاية الأسبوع قد أكمل عامه الثاني. إلى هنا سيداتي وسادتي، ناتي إلى ختام عرض أهم أحداث نهاية الأسبوع اللي وصل لكل هذا النجاح وكل هذا الإبداع. خلينا نقول انه التلفزيون كان مش مجرد آلة بس، التلفزيون المصري ما كانش جزء تقني بس، انما كان زي ما قلنا بيصدر ثقافة، اعلام، منوعات، اخبار، كان نافذة عريضة جدا لملايين من المشاهدين في مصر، وتنقل المنتجات بتاعته الى العالم العربي. العالم العربي بقى يشتري البرنامج الفلاني، المسلسل الفلاني، إلخ إلخ إلخ. تحية لهذا المكان العريق، وتحية إلى كل من عمل فيه منذ البدء وحتى هذه اللحظة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.